يأخذ كلام تذكرة لمن يطعن في أعراض العلماء، يكفي إن كان له قلب أو القسامة هو شهيد أن يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.